هذا سؤال يقول: هل الذكر الذي أقوله في صدري أؤجر عليه بدون تحريك شفتي ولساني؟ لا، لا بد أن يكون بالتحريك، لأن الذكر باللسان لا بد بتحريكه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالكلام عمل اللسان، نطق، النطق قول اللسان، قول اللسان هو النطق، فلا بد من الذكر بالتحريك. أرأيت لو قرأت القرآن بعينك في صدرك يقال قرأت؟ ما هو قرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا بالقراءة. أما بعينك ما قرأت، ما قرأت، فلا بد من تحريك الشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه.